سوري كومبوزيشن او هو شنو شو اسمه حرق. فكومبوزيشن از ا رابيد اوكسيديشن يعني الحرق هو هذا هو شنو هو اكسده سريعه that takes place at high temperature انه تصير بالهاي تمبرتشر converting the alkanes to carbon dioxide and water تحول الشنو تحول الالكانات الى شنو الى كربون دايوكسيد ثنائي اكسيد الكربون ووتر. فاحنا قاعده ثابته اي عنصر او اي مركب كيميائي عضوي يحترق اوكي ويا الاكسجين يتفاعل حينطيني شنو مي و ينطيني مي وثنائي اكسيد الكربون اوكي. ليتل يقول لك انه اكو شنو ليتل كنترول اوفر ذا رياكشن از بوسيبل. فشي يعني احنا هذا التفاعل ما نقدر نسيطر بس على شيء بسيط من يمه واللي هو شنو هذا الشيء الوحيد او البسيط من يمه يعني هنا little control over the reaction is possible except for شنو moderating the temperature. الشيء الوحيد اللي نقدر نتحكم به بهذا التفاعل هو moderating the temperature انه يعني نسيطر على temperature and controlling الشنو the fuel air ratio to achieve efficient burning. فنسيطر على درجة الحرارة ونسيطر على كمية الفيول والاير اللي هي كمية البنزين وال مو البنزين كمية الوقود والماء كمية الوقود والهواء اللي أو نسبة الوقود إلى الهواء اللي حتدخل للمركب ونحصل بيها على شنو على efficient burning حرق تام. The reaction is extremely exothermic. Ah, okay. The reaction is extremely exothermic and yet requires a very high temperature. That of a شنو out of that of a flame for its initiating. صراحة ما بمعنى بس يعني مو مهم أبد. بس الفكرة إنه يعني ممكن نحسب إنه الكومبوزيشن الاحتراق يعني نحسب من يم يعني يقول لك فد مركب كيميائي معين وينطيك ويا شو اسمه اكسجين والسهم يقول لك شنو الفاينل برودكت حتطلع له مي وش اسمه اللي هي معادله احتراق طبيعيه لاي ماده. خل بس نتعلم شلون نسويها. انا هذا بالدفتر هم يعني ملخصها الكومبوزيشن طبعا الدفتر انا مسوي نفسي مو لكم بس يعني قبل عن شنت اقرا بيه فاسا من شو اسمه يعني الخط مخربط بجوز بس انا افهمها فدا اقرا. Composition is a rapid oxidation converting alkanes to carbon dioxide and water نفسها بالملزمة. مثلا هنا ماخذ مثال اني non propane اوكي هذا البروبين المستمر اجيت خليت له شنو اجيت خليت له هذا النون بروبين سي اتش سي هنعدله سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 لو هو بس بروبين في سي اتش 3 زين بلس شنو بلس او 2 حيطلع لنا شنو الناتج حيطلع زين وايش قد اتش راح استخدم وشنو ف عملية احتراق الناتج حيطلع لنا شنو H2O plus شنو بالله وشان CO2 اوكي. فنجي نحسب انه اني عندي ذرات السي 1 2 3 فالناتج طلع عندي واحدة فاوازنها اسويها 3 اوكي فصار عندي 3 سي هاي توازنت اجي وراها احسب الاتش عندي 3 بثلاثة 6 باثنين 8 ايش قد عندي هنا اتش عندي بس 2 اضربها في 4 توازنت بقت الاو هماتين اوازنها هنا عندي 4 هنا عندي 6 في 10 هنا عندي بس 2 فاضربها في 5 خلاص طلع التفاعل والحل. ممكن انه يجيب لنا هذا او هذا او احنا جاب لنا اتذكر بالش اسمه بالامتحان جاب لنا التفاعل كله بس كاتب لنا هنا مكان هاي الخمسة X وكاتب لنا مكان هذه الأربعة Y وقال لنا احسب شنو ال X يساوي شقد وال Y يساوي شقد اوكي. فانتو شنو بس يعني تتعلمون انه شلون تسوون الموازنة مع هذا التفاعل. هو التفاعل اصلا سهل هو بس رابط شو اسمه oxidation العفو. بعد التفاعل الثاني
بايروليسيس مال منو؟ الكراكينج. البايروليسيس كراكينج تكسير. احنا اخذنا اعتقد هناك هيدروليسيس قبل اللي هو كليفج باي ووتر. هنا عندنا البايروليسيس اللي هو شنو؟ كليفج باي هيت. يعني شنو؟ يعني انه مركب تجيبه تكسره بس بالحراره بدون ما تستخدمه يا اي شيء. فنجيب الكين نسوي له كليفج باي هيت. الهيت حتكون النسبه مال الحراره شنو؟ بين 400 الى 600 اوكي without a catalyst. ما راح يستخدم شو اسمه هنا عامل مساعد. فبس حراره كليفج باي هيت هو البايروليسيس بس حراره نسلطها على المركب وحيطلع لنا فتشي. هسه هذا المركب اللي هو الالكين حيطلع لنا من يمه شنو اذا ضفنا اذا خلينا سلطنا عليه حراره؟ حيطلع من يمه H2 اوكي وسيميلر الكينز بلس الكين. يعني حيطلع من يمه شنو؟ حيطلع من يمه سيميلر الكين وحيطلع منه الكين وهماتين H. هو هنا ما منطيني مثال عليه هذا بس انا كتبت عليه مثال بالدفتر يعني اجتهاد شخصي يعني حتى بس افهم الموضوع. فهنا عندي عليه مثال بالدفتر بس خلينا نكمل كلاميات قبل لا نحل المثال هذا. البايروليسيس قلنا هنا كيميسيست مينز الكلمه مال شو اسمه هذا مال البايروليسيس مينز كليفج باي هيت وهذا الفورمولا مالته مال التفاعل. وهنا ذا بايروليسيس اوف الكينز شنو when petroleum is concentrated is known as cracking. ما بيها شيء مهم. هاي هنا اللي انا مسوي لها هاي لا تعتقد مهمه. In thermal cracking, alkanes إيه هنا بالthermal cracking, alkanes are شنو simply passed through a chamber heat to a high temperature. إنه يقول لنا هذا الكراكينج شلون حيصير بس بالحقيقة يعني إنه يجيبون الالكينز ويدخلوها بشنو بchamber يعني ردها أو غرفة بها حرارة chamber heated. To a high temperature, يعني chamber بها درجة حرارة عالية. Large alkanes are converted into smaller alkanes. Okay, هاي ال smaller أنا مساعي اللي فاضلتها similar العفو. Smaller alkanes راح تطلع مني راح تتحول ال الكينات مو الكينات الالكانات حتتحول إلى شنو إلى smaller الكانات إلى الكانات أصغر. Okay, وشنو بعد and some هيدروجين وحيتحرر عندي بعض الهيدروجين وبعد this process yields شنو حتنطيني predominantly يعني على الغالب حتنطيني شنو حتنطيني الكين بس هذا الالكين حيكون شنو اثيلين. يعني احنا قلنا انه هذا التفاعل ما يجيب الالكان بالبداية يطلع منه هيدروجين والكان اصغر والكين. فالالكين هذا شلون اعرفه وشلون اعرف يا الكين هذا والسمالر شنو وش قد راح اخذ؟ فهنا مختصرها يقول لك انه تجيب الالكين تاخذ منه ذرتين كربون تربطهم باسره مزدوجه فتطلع لي منه ايثان العفو اثيلين اوكي ذرتين كربون سي بي سي مرتبطات باسره مزدوجه تجيبهم تطلعهم على جهه هذا الاثيلين. خلصنا من الالكين. بقى عندنا شنو السمالر الكينز اللي بقى عندك هو اللي راح تجيبه هنا وتحرر اثنين هيدروجينات لان زادوا عندك من الاصره المزدوجه اللي صارت بالالكين. هسه تتوضح كلها بالمثال. بايروليسيس البايروليسيس مال الشنو مال الالكانات الكين جبناه هذا نفسه هنا الحكي اللي حكيته هيت ودرجه حراره 400 ل 600 طينا اتش وسمالر الكينز والكين. هذا المثال جبنا بيوتين اوكي 1 2 3 4 C نون بيوتين فعلنا خلينا علي درجة حرارة وهاي شنطاني. أول شيء هذا النون بيوتين أخذنا منه ذرتين C واحدة أخذنا ذول بالوسط CH2 CH2 أخذناهم جبنا ذول CH2 CH2 خليناهم بيناتهم آصرة مزدوجة وسوينا منهم الأثيلين. إحنا إذا كان عندي بيوتين أوكتين أي شيء سويت لهذا التفاعل أشيء أرسمه وأقطع من يمه أثيلين أوكي اللي هو آخر شيء بالفورمولا اللي هو الألكين أقطع منه أثيلين خلصت أثيلين بقى شنو بقى عندي اثنين ذرات سي أوكي
هذول ذرات السي ال2 راح اجيبهم واسويهم هم السمولر الكين. اوكي، فصار عندي سمولر الكين والكين بلس هيدروجين. هنا انا ما زاد عندي هيدروجين فما كتبت اي بلس هيدروجين. اذا يزيد عندنا هيدروجين بغير المركبات فنكتب بلس هيدروجين. بس الفكره انه شنو، اقطع من المركب اللي حينطيني اياه اثيلين واللي يبقى عندي راح يكون سمولر الكين وخلاص. هذا هو الكريكينج او البايروليسيس اوف الكينز. وخلصت كل التفاعلات الموجوده بالمزمع 4.